سبب اختيار الامام احمد رحمه الله لدعاء الافتتاح سبحانك اللهم وبحمدك الى اخره، مع ان هذا حديث منقطع كما قاله المحدثون، ومن المعلوم ان الامام احمد ترك الاحاديث الصحيحه في ذلك. الحديث منقطع من طريق عمر ولكنه ثابت من طريق الاخر، منقطع من طريق عمر ولكنه ثابت من طريق عائشه وابي سعيد الخدري وهي احاديث جيده، وهو دعاء مختصر وهو يعني مختصر جدا ومحض لذكر الله عز وجل، فلهذا استحبه من استحب من احمد وغيره لكون خالص لذكر الله، لكن دعاء كله ذكر الله وكله تعظيم لله، ولانه مختصر يحفظه الناس قليل يحفظه الناس، فلهذا استحبه احمد وغيره من غير انكار استحبه، فاستفتاح موجز مختصر جاء في عده احاديث، فلهذا استحبه جماعه من العلم باختصاره وكونه محضا للذكر وتوحيد الله عز وجل. واذا استفتح بغيره مثل اللهم بارك لنا ولك طاهرين، مثل اللهم رب الدين والكريم، توجهت وجه الاخر ما صح الاستفتاحات كله طيب، والافضل استفتح بها تاره قال تاره قال تاره حتى يكون قد جمع من الاستفتاحات. واسال الله يوفق الجميع المرضين وان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح.